كانوا بينتظروا مسيح، كانوا بينتظروا ملك، وعندهم مواصفات معينة. شو المواصفات اللي كانوا بيستنوا في هذا الملك؟ هو الذي يوحد أسباط إسرائيل الاثني عشر، وأيضا هو الذي يبني الهيكل، وهو الذي يستطيع أن يفتح العيون ويخرج الشياطين. وهذه الأمور تممها يسوع المسيح. المسيح كما قيل عنه يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، ولكن في شيء زيادة، قال في خراف أخر من حظائر أخر ينبغي أن آتي بتلك أيضا وتكون رعية واحدة. فالمسيح مش بس جمع وحد أسباط إسرائيل، لكن في شخصه رسالته جمع كل العالم الذي يؤمن بالمسيح، لأنكم أبناء الله من خلال إيمانكم بيسوع المسيح. شيء ثاني، عندما كان هنا في أورشليم قال انقذوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام، كان بيقصد عن جسد القيامة. قام في اليوم الثالث، وفعلا احنا أصبحنا في المسيح هيكل جديد وملكوت جديد، وطبعا رسالة حية من شخص المسيح. المسيح أثبت وبرهن عندما سأل يوحنا المعمدان أأنت، يعني أنت الملك، أنت المسيح، ولا نستنى شخص آخر؟ قولوا ليوحنا العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيه. فتمم المسيح هذه بقوة فائقة من خلال عمل هذا الملكوت، مش بكلام لكن بقوة. فأصلي إنك تتبع يسوع، لأنه ما عملش مجرد كلام ولا فرائض، لكن حياة نحياها في شخص يسوع المسيح. جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع. والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.